تليفون في أمن في المستدرك إن جاء والجماعة قد بدأت في صلاتها والإمام قد فرغ من قراءة الفاتحة وبدأ السورة بعدها، هل يشرع لهذا المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام أو لا يشرع له ذلك؟ الذي ذهب إليه سماحة الشيخ الخليلي حفظه الله تعالى ورعاه أنه لا يشرع له، ويؤمر أن يستمع وأن ينصت للإمام وبعد ذلك يستدرك الفاتحة. وهنالك من علمائنا من قال إنه يشرع له أن يأتي بالفاتحة، أن يأتي بالفاتحة ولو كان الإمام يقرأ السورة. قال دليلنا على ذلك حديث ابن مسعود السابق، وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب. معناه أن فاتحة الكتاب مستثناة من عموم النهي، وأنه يشرع للمأموم أن يقرأها خلف الإمام. فهؤلاء استدلوا بهذا الرأي، على رأسهم قطب الأئمة وغيرهم من علمائنا المتقدمين. مسألة رأي، والرأي هو عند شيخنا الخليلي حفظه الله تعالى أنه لا يشرع وإنما يستمع. نعم يرخصون في أمر إن كان الإمام مسرعا وبدأ المأموم معه، بدأ ولسرعته تأخر المأموم في قراءة الفاتحة وبقيت عليه آيات يسيرة فيقرأها ولو كان الإمام يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ السورة بعدها، يرخصون في مثل هذا الأمر. ومن شاء الترخص بإطلاق فذلك موجود ولا حرج عليه بإذن الله تعالى في العمل به، والله أعلم.